وإلى إنجاز بحريني تنموي، حيث فاز مشروع إحياء مدينة المحرق بجائزة الآغا خان للعمارة 2019 التي تحتضنها مدينة غازان الروسية. نيل هذا المشروع للجائزة إلى جانب خمسة مشاريع دولية أخرى جاء بناء على الكيفية التي تم خلالها تسليط الضوء على تاريخ صيد اللؤلؤ في موقع التراث العالمي، بالإضافة إلى تطور المشروع ليصبح برنامجا شاملا يستهدف إعادة توازن التركيبة السكانية للمدينة. من جديد تثبت مدينة المحرق أنها جديرة بالمنجز الإنساني والحضاري، فها هي اليوم تكتسب عنوانا ثقافيا جديدا مع فوز مشروع إعادة إحياء منطقة المحرق بجائزة الآغا خان للعمارة باعتبارها واحدة من أهم وأقدم الجوائز المرموقة في مجال العمارة على الصعيد العالمي. المشروع كان قد بدأ كسلسلة من أعمال الترميم وإعادة الاستخدام التكيفي لعدد من الصروح التابعة لمركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث، وتطور ليصبح برنامجا شاملا تحتضنه هيئة البحرين للثقافة والآثار بعنوان مسار صيد اللؤلؤ شاهد على اقتصاد جزيرة، والذي أدرج على لائحة التراث العالمي لليونسكو عام 2012 ليمعن الناظر والمهتم على حد سواء بأولى صفحات التاريخ الشاهد على صيد اللؤلؤ في مدينة المحرق، بدءا من منازل الغواصين المتواضعة إلى مساكن الفناء الرائعة، وصولا إلى هياكل البوانيش القديمة التي كانت تستخدم للانطلاق نحو أماكن صيد المحار، فضلا عن عدد من المراكب التي تم ترميمها لتعود إلى الشكل الذي كانت عليه. سهير عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.